عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسلمك من كل سوء كل ومكروه، سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة، اتفضلي. أنا متابعاك مع دعاء فاروق وحضرتك. يسترك يرضيك ويبارك فيك ويحفظ الله الأستاذة دعاء يبارك في فاروق. عمرك يا رب. اتفضلي عايز أسألك سؤال يا شيخ اتفضلي محمد. اتفضلي. أنا بسمع صلاة الفجر طيب ومش بقوم أصليه، ليه؟ مش عارفة أصلي الأوقات كلها من أول الظهر لحد العشاء، طيب بصلي كل وقت في وقته، طيب انما عندي الفجر يا شيخ محمد طيب ما بعرفش، ما بتعرف بصليش. بتعرف تقرا ولا بتعرفيش؟ من اقرا كل حاجه طب برغم ان انا ببقى سامعاه. طيب انا اقول لك على حاجه تصحيكي على طول، تقومك يا ام حماده. اسمعيني بقى من اتفضل. التلفزيون علشان ما نعدش عليك مكالمات. اروح لام حماده، ستنا ام حماده بتقول صلاه الفجر بسمعها وما بقدرش اقوم. يا ام حماده هديك هديه النهارده لاي حد عايز منبه يصحيه لصلاة الفجر يقرأ قبل أن ينام خواتيم سورة الكهف. من أول فين بقى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعد ما يقرأ الآيات دي يقول اللهم أرسل لي من يوقظني لصلاة الفجر. إن قرأها بصدق وإخلاص وحسن قصد لله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سيرسل له ملكا من ملائكته يوقظه ويقيمه حتى يصلي الفجر.